على بركة الله، ننطلق في التطبيق الرابع. إذن التمرين يقول في آ ب ثلاث، إذن ثلاث آ ب جيم. أحسب أو أحسب بأيسر طريقة الفوارق التالية. هنا ثم نشير إلى هذه العبارات، ونشير هنا أنه قد تسرب خطأ تمره لاحقا به. لكن بداية هذه الأولى وهذه، انظروا معي، إذن بأيسر طريقة، بأيسر طريقة هذه الفوارق، هذه الفوارق. إذن نرجع إلى، نعود إلى الاستنتاج الذي رأيناه سابقا في الدروس السابقة. إذن حسب القاعدة التالية سنشطب. إذن هنا لا يتغير، هنا إذن حذفنا نفس العدد. انظروا معي، انظروا معي أبنائي، 8 مع 2 إلا 5 مع 2، إذن حذفنا. هنا 831 مع إلا 741 إلا 800. هنا الخطأ لابد من الإشارة إليه. هنا 831 إلا 830 يساوي 1. هنا نصلحه هذا أبنائي. إذن هنا ب، إذن نقرأ من اليسار، 9991 إلا 1918 مع 9 مع عدد يساوي 10,000. لا يتغير مجموع العددين إذا أضفنا إلى حد ما عدد وطرحنا العدد نفسه من الحد الثاني. مثل ها هنا، إذن انظروا معي، أبدأ هنا سنحذف هذا، لا يتغير. إذن أصبح جيم 70 مع 830 إلا 650. لابد، إذن نعود إلى الاستنتاج الذي أنجزناه سابقا أو رأيناه سابقا. انظروا معي بلغة أخرى، 7 مع 3 إلا 4 يساوي 7 إلا 4 مع 3. إذن 70 مع 80 إلا 650 يساوي 70 مع 830 إلا 650 ويساوي، هذه يساوي 900 منقسم من 650، 650 عفوا يساوي 250.